الوجهة موقع ما على أطراف كردستان العراق بلغنا بعنوانه قبل لحظات فقط من بدء رحلتنا. تبين أن هذه ليست الوجهة النهائية، كان علينا السير على الأقدام مسافة إلى مكان آخر يرفضنا ذكر أي تفاصيل حوله. يقولنا إن هذا لضمان أمنهن، فهذا معسكرهن الجديد، ويأملنا أن يبقى سرياً. لدينا قوات متمركزة في منطقة بردي على الخطوط الأمامية. كانت لدينا قوات عسكرية نسائية تمركزت هناك أيضاً. بعد هجمات النظام الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة، تم نقلنا إلى هذه المنطقة. المقاتلات الموجودات هنا يمثلن ثلث المقاتلات داخل الحزب. لدينا وحدات عسكرية للمقاتلات في موقعين آخرين. تضم هذه الوحدات أكثر من 200 مقاتلة. مئتا فتاة يتبعن لحزب تحرير كردستان المعروف اختصاراً بباك، أحد أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية النشطة في الخارج، يتوزعن على 3 مواقع للتدريب. والتدريب هنا يقصد به رياضات قتالية وسلاحاً ومحاضرات عن السياسة والحقوق. أما الهدف فيقولنا النضال السياسي من أجل تغيير النظام وحقوق المرأة، التي أثبت مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بحسبهن أن الطريق إليها ما زال طويلاً. مهسا أميني التي أثار مقتلها مظاهرات في إيران لا تزال تلهم الكثير من الفتيات والنساء، اللواتي تؤمن بشعار المرأة الحياة الحرية. بعضهن عجزنا عن البقاء في إيران بعد أن شاركنا في مظاهرات وتعرضنا للتهديد، ربما حتى للاعتداء من قبل الأمن الإيراني، فانتقلنا إلى هنا إلى كردستان العراق. في هذا الموقع وجوه علتها ملامح الترقب وأخرى توشحت اللثام. وهنا قصة مختلفة، فتيات كنا بالأمس القريب في شوارع المدن الإيرانية يتظاهرن. قررنا المغادرة لكنهن يخشين على عائلاتهن إذا ما تعرفت عليهن استخبارات النظام الإيراني. لم أشارك في الاحتجاجات فقط، بل كنت قائدة لها، لكن لم يعد بإمكاني العيش هناك بحرية لأن القوات الإيرانية تعرفت علي وحكم علي بالسجن. في اليوم الأول الذي عدنا فيه من جنازة جينا أميني إلى مدينة سنندج، اجتمعنا في ميدان إقبال، كنا نردد شعارات مثل المرأة الحياة الحرية. جاءت قوات النظام لتفريقنا باستخدام الهروات واحتجزونا جميعا تقريبا أخذونا إلى مقرهم. تعرضت للتعذيب، تضمن ذلك الضربة والصعقة بالكهرباء وأدوات أخرى. يتعاطفنا مع مهسا أميني، وإن كنا يقولن إنهن شهدنا وسمعنا عن أخريات قصصهن توازيها أو تفوقها إيلاماً. إحدى هذه الحالات كانت ابنة عمي تعرضت للاغتصاب والإذاء أمام شقيقها. هناك المئات من الحالات المماثلة. هؤلاء الناس يفقدون الأمل، ينهارون ولا يمكنهم الاستمرار في الحياة. لقد رأينا أعمالاً غير إنسانية جداً من قبل القوات الإيرانية خلال الانتفاضة الحالية. انتهى يوم التدريب أو يكاد، تبقت هذه الجلسة اليومية، يقولنا إنها ضرورية، ففيها قليل من الراحة والغناء وكثير من شعارات الثورة والمرأة. سارة بن عيشوبة، الحدث، كردستان العراق.